David, David. جمعية خلود للتضامن، خلود للتنمية والتضامن، تكرم السيدة والفاعلة الجمعوية السيدة جميلة جلال. السلام عليكم. أولا كنشكر الأستاذ يوسف والأستاذ حسن اللي عملوا لنا هذا الاحتفال بمناسبة عيد المرأة. وبصراحة المرأة ما كتحتاج شي تكريم، هي مكرمة مع الله سبحانه وتعالى، والأيام ديالها كاملة أعياد. شكرا. السلام عليكم.
البداية أقدم شكري الجزيل لجمعية خلود للتنمية والتضامن بالعرائش على هذه الاحتفالة. وأقول احتفالا للتنمية مارس عيد المرأة، بل تخليدا الذكرى العالمية الأممية للمطالبة بحقوق النساء. أتمنى أن تتحقق المساواة والعدالة الاجتماعية. وفي هذه المناسبة أحيي جميع نساء العالم ونساء المغربيات الكافحات، وتحية خاصة إلى نساء الظل ونساء المغرب عامة. وبالتالي أجدد شكري لهذه الجمعية على هذه الالتفاتة، كما أتمنى أن تقوم باقي فعالية المجتمع المدني بتكريم نساء تسميهن بنساء الظل، فهن غير معروفات على المستوى الجمعوي، ولكن يعملن في خفاء وهم مكافحات مناضلات في حياتهن الاجتماعية ومليئات بكل طاقة إيجابية. وشكرا جزيلا. شكرا. الكلمة الأستاذة عناء تهيا. أستاذة عناء. السلام عليكم. أنا كنشكر جمعية خلود للتنمية والتضامن على هذه الالتفاتة، وكنقول نساء العالم كامل مبروك المارس. شكرا. السلام عليكم. أنا فاطمة، عضوة في جمعية خلود، وكنشكر الأخ يوسف بركاني والأخ حسن، وكنهني جميع الأخوات بهذا العيد بهذه المناسبة. نتمنى كل عام كل المرأة بخير وعلى خير. السلام عليكم. Yeah.